كاتب في المجلس الأعلى للاقتصاد السمعي البصري. من الكلمات وبكثير من قيد المشاعر نرحب بكم قناة الإعلام العربي. إن الهيئة العامة لرصد المحتوى وهو تقرير ربع السنوي الأول بروس أموال صامتة أو تلك التي تحقق الوحدة الوطنية باشرت مهامها في الثالث من شهر يناير يخدم الصالح العام ونحن بعيدون كل البعد عن أي نوع من التضييق، بل هدفنا دعم الاستقرار والسلم الاجتماعي وهدفنا أن لا تتحول وسائل الوطن ومنحه الأفضلية لفائدة المواطنين المترقين. المرة الماضية ما ذكرناش لأن كان يعني كنا كبداية وكانت الخوف أن ممكن يعني تزيد حجم الحملة اللي على الهيئة والطعن في حقيقة أو مصداقية التقارير، ولكن قعدنا نشتغلوا على مدى 6 أشهر الأخيرة بحيث تم التدقيق مرة أخرى في التقرير، وتم ضبط بعض البيانات بشكل متأني أكثر، ونحن جاهزون يعني مفتحون لكل المؤسسات اللي تحب تعرف شن هي الإخلالات اللي ارتكبتها. هذا الإخلال لن يحال طبعا لمجلس التقييم لإحالته أو للتواصل مع المؤسسات أو لفت النظر حسب لائحة التقييم اللي عندنا اللي تبدأ بالتواصل بشكل ودي ثم لفت النظر ثم الإيقاف المؤقت ثم الإيقاف الدائم ثم الغرامات. هذا مش حنبدو فيه زي ما قلنا من بداية تأسيسنا، السنة الجاية إن شاء الله حنبدو العمل به، ولكن السنة هذه كلها هي سنة تأسيس وحنستخدموها يعني بزرع الوعي أكثر وبالتعاون أكثر مع المؤسسات، حتى يعني زي ما قلنا إحنا مؤسسة لضبط الجودة في وسائل الإعلام، ولسنا شرطي يرصد ويراقب ويعاقب. الاستقبال الأخوي والحار الذي حظينا به منذ قدومنا يوم أمس إلى طرابلس. هيئتكم الموقرة في تأطير وتأهيل العمل الصحفي وتكريس قواعد المهنية والمسؤولين. اليوم وقد وضعتم حجر الأساس في هذه الهيئة، أرجو أن تتوفر لكم كل الظروف النجاح بوضع إطار قانوني خاص بالإعلام السمعي البصري. أما الآن فلنرحب بكلمة ناتج المجلس من هذا العام، إضافة لإنجاز لائحة ليبية تعتمد مدونة السلوك المهنية التي نبارك هذه الخطوة ونبارك هذا المولود الجديد اللي هو الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، اللي هي خطوة هامة لتعديل الخطاب الإعلامي في طرابلس في ليبيا بصفة عامة طبعا. ونحن نرى أن مساهمة هيئات مثل هذه الهيئة مساهمة يجب أن تكون فعالة، ويجب أن تتمتع هذه الهيئات أولا بضمانة الاستقلالية وضمانات الديمومة حتى يمكن لها أن تقوم بدورها كما ينبغي، وطبعا وتكون بطريقة تشاركية مع كل القائمين على وسائل الإعلام طبعا. مشتركة كما أن هناك بعض الخصوصيات ترتبط بالسياق والوضع الخاص لكل دولة، هذا يتطلب تقنين جديدة انضافت إلى مهيئاتها على مستوى شمال أفريقيا وحول البحر الأبيض المتوسط. سعيد بالتواجد معكم كممثل للهيئة العليا للاقتصاد السمعي البصري بالمغرب. أهمية خاصة هي تتبع التطورات في مجال التضامين السمعية البصرية، فضلا عن احترام قائمة القراءة والحياة القادمة للهيئة السمعي البصري، وكذا من خلال انخراط النشيط للهيئة العليا للاقتصاد السمعي البصري. ومن التحديات كذلك تحقيق بالمساعدة العمومية للإعلام، لأنه في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة أصبحنا تعميم ما يسمى بالتربية على وسائل الإعلام.